مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي موقع تحيا مصر في كل مكان من داخل صالة طعام يعني مطعم صبح كابر. هنكون موجودين مع حضراتكم زي ما كنا موجودين على مدار الساعات القليلة الماضية، يعني هنتكلم بقى مع العمال ومع الاستاف اللي موجودين هنا. يا ترى هم مبسوطين بالوضع الحالي؟ يا ترى عايزين الوضع القديم يرجع تاني؟ في البداية عرفنا بنفسك. يعني انا اسمي محمد بدر، بقالي في المطعم 15 سنة 16 سنة كده. يعني انت ما شاء الله حضرت مع المعلم صبحي وقت كبير يعني. طبعا إيه؟ من ايام الشارع. طبعا من ايام الشارع. هو عارفني، الناس كلها عارفاني. ممكن ثلاث ارباع الناس لما تشوفنا تعرف بدر، مشهور ببدر يعني. مشهور ببدر. طب يا بدر قول لي بقى الوضع دلوقتي، انت شايف مصر في حاله مقلوبه، رايك ايه في الوضع؟ الحمد لله الدنيا شغاله كده كده يعني. احنا مقلوبه مش مقلوبه، احنا الحمد لله المطعم شغال زي ما انت ما شايف، مفيش كرسي فاضي. ثلاث ادوار يعني ساعه زمن بالظبط هتلاقي ثلاث ادوار مليانين مفيش كرسي فاضي. والويتنج لسه شغال، واحنا بقالنا ثلاث ايام الحمد لله الويتنج لسه شغال، بوزع بال 200 ورقه ولسه الثلاث ادوار مليانين. الترند ده خفت ان هو ياثر على اكل عيشك؟ والله طبعا كلنا خفنا، بس الحمد لله الحمد لله زي ما انت ما شايف ما تاثرناش بحاجه. الحمد لله احنا شغالين الحمد لله، ان الزبون بيجي بيدوق الاكل، هو عنده ايه؟ اكل، بيدوق تمام تمام، مش تمام ما يجي يقول لك احنا الاكل بتاعنا اتغير، بس الاكل بتاعنا هو هو، الخدمه هي هي، الصف هو هو، الاداره هي هي، مش حد مشي. معلم صبحي قال ان في اكتر يعني من 1000 عامل ماشي، او مش هنقول الرقم بالظبط عشان مش متذكر، ان في عمال مشت وعيشه اتقطع. لا بص انا عايز اقول لك على حاجه، هو الناس بصراحه ما مشتش حد، بس هو اللي بيأذي نفسه بيمشي. يعني معلش انا واحد عندي اي مجال كده، اي مجال كده، انا واحد عندي بيأثر معايا في الشغل، معلش انت بتخسرني جسد. امال انا ما مشيش حد اصلا؟ مستحيل، مفيش حد بيمشي حد اصلا، ما كانش حد قعد. يعني انا بقالي 20 سنه ما كنتش قعدت، 15 سنه 16 سنه ما كانش قعدت. حجازي قديم، عندك طه قديم، عندك عم احمد قديم، كلها الناس اللي انت اقل واحد شغال في المطعم بقاله 6 سنين 7 سنين. يعني فعلا ما فيش حد من الاستاف مشي زي معلم صبحي؟ لا 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 خالص، هو اللي مشي مشي، هو اللي مشى نفسه اذى نفسه. بيتكلم مشي يعني اللي هو اذى نفسه؟ لا لا، ما حدش، ناس بصراحه ما حدش يعني بيستقصد حد، ما حدش بيكلم حد، هم اصلا ما بينزلوش. الاداره هي هي، الاداره اللي ماسكه المكان هي هي، المديرين اللي ماسكه المكان هم هم. يعني انت عندك خمس مديرين اقدم ناس في المحل، محمد فاروق، احمد فاروق، مستر خالد عصام، مستر احمد بلبل، مش عايز انسى حد. الناس دي كلها مش يعني هي هم اللي ماسكين المكان من زمن الزمن. شفت النهارده اكيد الحاجه صبحي مع اللايفات ومع خلال موقع تحيا مصر، يعني شفنا دموعه كلنا النهارده. الدموع دي تعبر عنها، تقول هل هي دموع حقيقيه ولا؟ والله بص احنا انت الله اعلم، بس انت تسالني على الجزء اللي انا اعرفه في شغل، في سيستم، في ناس بتاكل، في ماشي، في جست بياكل، في عندي حد بيشتكي من اكل، عندي حد مشي خالص، ما عنديش الكلام دوت. وراجل شاب واسمه شاب شغال معانا بقاله 7-8 سنين، هو برده يكمل لك يقول لك حد بيكلمك، حد بيصادك، حد لا ما فيش الكلام ده. وحتى لو زبون بيشتكي مثلا من الاكله او حاجه بنغيره له في ثانيه، يعني على قد ما بنقدر. يعني هو ممكن الاكل يتاخر على الزبون 5 دقايق بحيث ان هو يطلع له كله سخن، ان هو ما يشتكيش من جوده الاكل، ما يشتكيش من حاجه من الاكل. بس هي دي الفكره كلها. اللحمه اتغيرت؟ لا مفيش حاجه اتغيرت، كل حاجه زي ما هي، اقسم بايات الله. لو حاجه اتغيرت لو حاجه اتغيرت كان الزبون خف، انما الحمد لله حاجه زي ما هي، بدليل ان زي ما حضرتك شايف كده، والدور اللي فوق المفروض بيفتح الساعه 9 فاتح من الساعه 5، معنى كده ان في ضغط. يبقى لو معنى الضغط دوت ان الجوده هي هي، مفيش حاجه اتغيرت في الجوده، الجوده زي ما هي. لو الجوده خفت الزبون نفسه هيخف. انت ممكن نفسك انت ممكن تخش على اي جست دلوقتي قاعد تساله بتيجي بالك قد ايه، يقول لك انا طول عمري باجي. طب في حاجه اتغيرت؟ العيش اتغير، السلطه اتغيرت، العكس العيش احنا عملنا فرن هنا جنبينا، فالعيش بقى ينزل لك سخن مش زي الاول. فدلوقتي كل حاجه الاحسن بتتعمل، يعني هتلاقي في المنيو حاجات زادت عن الاول، يعني في حاجات الموزه روستو زادت، الموزه البراق زادت، الكلام دوت. يعني الناس بصراحه بتقدم المكان لقدام مش بترجع لورا. هو ده الصح، هو ده الصح. انا ابص المكان بيتقدم ازاي، وقبل ما بيعملوا اي حاجه خلي بالك الناس دي بتسال اداره المكان، الناس اللي بقالها سنين في المكان. تعالى مستر محمد، تعالى مستر خالد، عايزين نعمل كده 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 كده. تمام، بينفع يتعمل؟ ينفع. ما ينفعش تعمل ما بتعملش. ان هم ما يعني هم مش مجالهم، بس ده مجالنا احنا، ان احنا شغالين في المكان وده مكاننا احنا ان شاء الله باذن الله. باذن واحد احد، هو خلافه هيتحل باذن واحد احد. وهو الزبون بيجي عشان الاستاف اللي بيروق عليه، هو اكتريه الزباين اصلا ولا تعرف شكل المعلم صبحي ولا تعرف حاجه، هم جايين على سمع المعلم صبحي ان في ستاف هناك بيعمل الجست حلو وبيجيب الاكل سخن للناس. والله اللهم صل على النبي، ما في زبون بيشتكي، والزبون اللي بيشتكي على قد ما بنقدر ما بنحاولش نزعله. هي دي الفكره. ليه؟ عشان يقوم مبسوط، هو جاي من اخر الدنيا، السعودي، القطري، اي حد بينزل من المطار بيجي من المطار على صبحي كابر، عارف ان هو براند جاي على براند صبحي كابر. انت لو كنت صورت امبارح كان في جروب 37 فرد انا مدخلهم في الفي اي بي، جايين من امريكا على هنا على طول، جايين على اسم صبحي كابر ومطعم صبحي. طبعا يا باشا صبحي كابر
كابر في العالم. الاول كنا بنقول صبحي كابر رقم واحد في الوطن العربي، دلوقتي احنا بنقول صبحي كابر. المعلم صبحي بتاعنا وصل عالميه في العالم كله. طب المعلم صبحي يعني وصل عالميه، بس هو برضو مش موجود، المطعم ما بقاش ملكه. رياسه المعلم صبحي موجود، روحه موجوده في المكان. انا ابن المعلم صبحي، شاب ابن المعلم صبحي. لحمك انت ده من خير المعلم صبحي. انا عايز اقول لك على حاجه، لف اي مطعم في مصر، اي براند في مصر، هتلاقي فيه ستاف من صبحي كابر. وتعالى اساله قول له انتمائك لمين، يقول لك المعلم صبحي. ان خلي بالك ان المكان دوت والله 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 مخرج ناس شغاله في جميع مطاعم مصر. المكان ده مدرسه مش اي حاجه وخلاص، مدرسه فعلا والله يا معلم. انت عارف ان انت ربنا، واحنا اهم حاجه كان المعلم يقول لك عليه رد الزبون، رد الزبون يا حاج. كان هو كلمته رد الزبون يا حاج، رد الزبون يا حاج. الزبون لو قال لك انا اكلت وما اكلتش، قول له ما انت ما اكلتش. يعني الزبون قال لك لو انا ما اكلتش ربع الريش وانت منزله لي وقال لك ما اكلتش، قول له خلاص يا معلم. المعلم طول عمره كان ماشي براد الزبون يا حاج. وبعدين مفيش مطعم في مصر معلش بينزل سلطات ببلاش وعيش فري مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه فري. ده سيستم المعلم ولسه شغال لحد دلوقتي، سيستم المعلم ولسه شغال لحد دلوقتي. والمطعم اسمه مطعم صبحي كابر بتاع الغلابه من الاخر. حد اخر نفس فينا زي ما عودنا الزبون على حاجه، باذنك يا رب، باذنك يا رب هيفضل ده اللي موجود مش هيتغير. باذنك يا رب مش هيتغير باذن واحد احد. الله اكبر، احنا في مدارس، الله اكبر احنا في مدارس، والدنيا بص عامله ازاي. الناس بتخرج من مدارسها بتجيب الاطفال اطفالها وبتيجي علينا على طول. خفت ان الترند ده ياثر على اكل عيشك ولا اي حاجه؟ اقسم بايات الله احنا الترند، احنا الترند، عشان احنا بنقعد زبون نضيف، بنقعد الزبون مش ناقصه حاجه، بنقعد الزبون مبسوط، بيقوم مبسوط. اقسم بالله الزبون اللي بيشتكي بنغير له اي حاجه هو عايزها، ما بنقولش للزبون لا على حاجه حتى لو كل منها. لو حابب توجه رساله يعني للمعلم صبحي، تحب تقول له ايه يعني بسبب اللي حصل؟ اقول للمعلم صبحي احنا لحم اكتفنا من خيرك، واحنا منتظرينك لحد اخر نفس فينا في نفس المكان، ومش هنغير عند اي حد ولا هنروح عند اي كباب جه في مصر، عشان احنا ما تعودناش الا على المعلم صبحي وحنيه المعلم صبحي. ولو رساله للاداره الجديده؟ الاداره الجديده اقسم بايات الله رساله تحاسب عليها قدام ربنا لحد يوم الدين. الناس دي ما قصرت معانا في حاجه، والناس دي مشغله المرتبات زي ما هي، والناس دي يمكن احسن من اللي احنا كنا فيه. صح. اقسم بايات الله. تحب توجه رساله بصوت الرساله للاداره؟ معلم احنا لحم اكتفنا من غيرك، واحنا عيالك، وانا زي ما انت عارف انا اسمي بدري طبعا، انت اكيد عارفنا معلمه. فيعني الحمد لله، والخلاف اللي بينك وبين الناس ان شاء الله يتحل باذن الله. ده مكانك يا معلم. انت كفايه لما بتيجي علينا بنسمع ان المعلم صبحي موجود في المكان، كلنا بنجري على المكتب عشان نسلم عليك ونتصور معاك. هو الحمد لله وان شاء الله خير باذن الله الايام اللي جايه. لا الناس كويسه بصراحه، وبصراحه يعني احنا برضو خلي بالك المعلم صبحي مش هنستحمل حد يقول عليك كلمه وحشه. بصراحه الناس ما بتقولش عليك كلمه وحشه، الناس بتقول عليه ان هو مكانه، ولما بيجي طبعا الناس كلها بتنزل تستقبله، وبيبقى موكب ورا المعلم صبحي بصراحه. الحمد لله المعلم صبحي عشان كويس، اقسم بالله ما بيعرف الا كويس. والمعلم صبحي اللي جاب لنا الشركاء الجديده، اقسم بالله عشان المعلم صبحي كويس فهو جاب لنا ناس كويسه، والله العظيم جاب لنا ناس كويسه فعلا. الناس دي ما قصرتش في حقنا، الناس دي عايزانا ناكل عيش. الراجل ده فاتح بيت، وانا خلاص خطوبتي الخميس الجاي. انا يا احمد الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ربنا يديك الصحه. انا اتشرف بيك اقسم بالله. الله يخليك الله يخليك. شهد متابعي موقع تحيا مصر في كل مكان، زي ما حضراتكم شايفين مطعم صبحي كابر زي ما هو كامل العدد. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه، ونشوفكم في لايف جديد. شكرا لكم.